بخطوات يحذوها أمل جديد، تعود التلميذة نهاد الناجية من حادث سقوط سقف قسمها قبل 5 أشهر من اليوم لأحضان مدرستها، وقد اكتست حلة بهية بعد أن قامت السلطات بترميمها وفقا لمعايير الجودة. أنا فرحانة أني نقرأ مع المعلم مدرسة شابة. من فرحانة من ولات المدرسة شابة مع معلمتي. منشآت تربوية جديدة في مختلف الأطوار تتعزز بها ولاية وهران هذا الموسم، كلها تصب في التوجه الحالي الرامي لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلبة والتلاميذ، وما الثانوية الجهوية للرياضيات التي تشهد تقدما في عمليات الترميم إلا دليل على ذلك. رانا نديرو الترميم في ليسي نورمال، هذا ليسي اللي غادي يفا ريسيفوار تلاميذ شعبة الرياضيات. هذه ثانوية جهوية للرياضيات اللي راح تستقبل عدد من أبنائنا اللي عندهم هنا المراقد، عندهم كل عملية تكفل، وهذا يدخل في برنامج السيد رئيس الجمهورية اللي توجه نحو المواد، يعني تدعيم وتقوية الاتجاه العلمي والمواد العلمية. شعبة الرياضيات الآن ما بقاش في 3% كما بكري، شعبة الرياضيات الآن متوجهون إلى شعبة الرياضيات راهم في حدود 27%. الهياكل التربوية الجديدة هذه توفر بيئة تعليمية مريحة تشجع على تحسين مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ.